حصل اصابه في الرقبه ممكن تاخد ايديا ورجليا والنص التحتاني كله كمان. الناس اللي بدا يجي لهم في اللحظه دي في لحظه الحادثه دي شلل لا قدر الله ممكن يرجعوا تاني يمشوا بشرط ان ما يكونش حصل تلف دائم للحبل الشوكي. النهارده تعمل اربع غضاريف في ساعه ونص، يتبنك في نص ساعه والعمليه ساعه ونص وبيخرج بعد ساعتين. الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كليه الطب جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه والعربيه لجراحات العمود الفقري. الحقيقه احنا ساعات بنضر بنفسينا بسبب تهورنا ضررا كبيرا جدا. خلينا اقول لكم على حاجه. شاب مثلا ممكن يكون صغير ممكن يكون مش صغير قوي يتهور يقول لك انا حابب اجيب موتوسيكل. كويس جدا. يجيب موتوسيكل. يركب الموتوسيكل. هل احنا اساسا اكلمكم بمنتهى الصراحه مؤهلين طرقنا مؤهله للموتوسيكلات في مصر؟ اشك. اشك. يعني طرقنا مش مؤهله للعربيات اساسا. فالموتوسيكلات على فكرة يعني الريس والحاجات دي ليها برة طرق خاصة أو طريقة معينة في السواقة خاصة ومكان خاص وطبعا أسفلت خاص وحمايات خاصة ووقت قيادة معين، مش على طول 24 ساعة واحد سايق موتوسيكل. طب سايق موتوسيكل بيدب بالموتوسيكل في مطب، ظهره أخباره إيه؟ هل هو لياقته البدنية تؤهله لسواقة الريس؟ الريس ده اللي هو الانسان بيسوقه بطريقه معينه وبميل معين، بعد شويه نيجي نسمع ان فلان بدا يشكي من مشاكل في ظهره. دب دب في الارض، في مطب في الارض، نقره في الارض، في السواقه مش ما فيش لياقه بدنيه، برضه دب ديسك اتضرب ديسك افكتد. وقع بقى، ما هو ناس احنا هنا في مصر انا ما بشوفش حد لا لابس خوذه ولا لابس حاجه في ركبه خالص، ولو لقيته لابس الخوذه مين اللي بيلبس في ركبه؟ ولو لقيته لابس الاثنين، طب وانت لما تقع مش في حاجه ثانيه؟ يعني هي ركبك وراسك بس اللي ممكن يتكسروا؟ طب ما في حاجات كتيره ممكن تتكسر من ضمنها ظهرك، تقع على ظهرك تتكعبل بتاع. فعشان كده بقول انه الحوادث من ضمن الحاجات اللي احنا في مصر ما عندناش علم الحوادث، ما عندناش ثقافه للشعب، نثقف في الشعب نقول لهم مين اللي يركب ويركب امتى ويركب الريس ده امتى ويركب الموتوسيكلات دي امتى. في ناس غلابه طيبين ما عندهمش فلوس يجيب عربيه، فمش قدامه ينتقل من مكان لمكان الا بموتوسيكل. طب ماشي، ايه المطلوب منك؟ وتمشي ازاي؟ وتمشي فين؟ وتمشي بسرعه عامله ازاي؟ لان الحادثه في الظهر ما بتسمحش للانسان ان هو يلحق نفسه. الحوار مثير ومهم جدا جدا يا جماعه، لانه انا هتكلم على تعايشنا في مصر ومشاكل المصريين، وطبعا ضيف العزيز قيمه علميه كبيره وشاف كل اللي انا حكيته ده وشاف اكتر وهيحكي لنا بشكل اكتر وهيحكي لنا بشكل اقرب كتير. طبعا القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير وصاحب اليد الماهره في عالم جراحات المخ والاعصاب، الاداء الرائع والفذ في هذا المجال، هو طبعا ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد صديق ودي. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. انا بطرف عيني لمحت نظره رضا وانا بحكي، يعني حسيت كده ان انت انبسطت بالكلام اللي انا قلته. بجد انت حضرتك بتلمس حته مهمه جدا. يعني هو مش العيب في الموتوسيكلات، يعني الموتوسيكل هي وسيله من الوسائل اللي ممكن تريح ناس كتير جدا من عناء المواصلات، من ركوب العربيات، من انه مش لاقي عربيه او مكان في الباص او كده. لكن هي الطريقه بقى، يعني الطريقه ازاي نتعامل مع موتوسيكل بطريق كويس او طريقه ركوب كويسه او قوانين منظمه. لان المأساة اللي حضرتك بتشوفها ان بقى كتير جدا من الشباب بيركبوها، وخاصه الموتوسيكلات الموجوده كلها موتوسيكلات ضعيفه جدا ما فيهاش عوامل امان، ما هيش ماركات جيده، وبيجري بقى وما بين العربيات ويطلع يعمل حصان ويقع وتلاقيه موقف طريق كبير او كوبري وقاعدين يعملوا استعراضات، اصل دي حفله وده فرح وده زفه او ماتش كوره او ماتش كوره او بتاع. المهم بنسيء استخدامه بشكل خاطئ جدا، والوقعه بقى من عليه لها تمن. هنتكلم طبعا على الامرجنسي، دي من ضمن الامرجنسي او الطوارئ، وهنتكلم على الديسك وهنتكلم على العمود الفقري بالتفصيل في واحده من اهم حواراتنا، لكن خلينا نروح للابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ السؤال الاولاني مهم جدا. الام العمود الفقري لا يمكن لانسان ان يتعايش معها بشكل طبيعي، ابيض اسود ام رمادي؟
لا ابيض طبعا، ابيض طبعا، ابيض طبعا. الام العمود الفقري من الحاجات اللي هي يعني بتنكد على الواحد حياته وتخلي حياته كلها سودة الحقيقه. يعني مجرد ما يبدا يحس بالالم، الام في الرقبه، الام في اسفل الظهر، او الام تسمع بقى في الاطراف. يعني خلي بال حضرتك ساعات الم الرقبه لوحده مش هو القضيه، او واحد ما يحسش الم الرقبه ده ممكن يسمع في ايه، دراعه، يسمع في ايديه، في تنميل خدلان او بتوقف ايديه. النومه ساعات بتبقى عذاب، الوقفه عذاب، القعده عذاب، دخول الحمام والتويلت عذاب، انه يؤدي شغله مش عارف يشتغل. ففي ناس حياتها بتستحيل الى جحيم. عشان كده احنا بنقول في عندنا اربع حاجات لما كنا بنيجي وحافظينهم واحنا بنتعلم كده في العمود الفقري، امتى ندخل عمليه. من ضمن اول الاسباب يقول لك عندما تستحيل الحياه مع الالم، بمعنى الانتولرابل بين، الالم الغير محتمل اللي انا ما عادش قادر استحمله. مش لازم يكون عمل سقوط في القدم، مش لازم يكون وقع على الرجل، مش لازم يكون سايب البول او البراز، مش لازم يكون عمل شلل، لكن في الم ما تقدرش تعيش معاه. انت بتاخد مسكنات وبتهري الدنيا، يعني ده نايم هو مش قادر، حتى النوم عذاب. يعني بيبقى النومه في حد ذاتها فيها الام رهيبه جدا وعذاب شد جدا. والقضيه ببساطه جدا بتبدا بشويه الم، انت ما تعرفش الالم ده وراه ايه، المخفي وراه ايه، الفقرات كلها بتبوظ، الغضروف بيكبر بيعمل خشونه في المفصل، بيعمل خشونه على الغضروف نفسه، يكبر الغضروف يضغط على العصب، العصب بدا يسمع يديني الالم. الالم الحقيقه احنا فاهمينه غلط. في ناس بتبقى اهم حاجه عندها انا ما احسش بالوجع، ودي في حد ذاتها فهم خاطئ. ما احنا عايزين الناس تفهم، هو الالم ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ الالم ده انا بعتبر ان هو حاجه حلوه جدا ربنا ادهالنا عشان نحس ان في مصيبه، زي جرس الانذار كده، اول ما يضرب نعرف ان في كارثه بتحصل، ده في حريقه بتقوم. فالجرس ما يهمنيش بقى ان انا بطل الجرس او سكته، في ناس دي وظيفتها ان انا اسكت الالم. طب ما تيجي ندور على الالم ومصدر الالم، الالم ده جاي منين؟ جاي من جوه الفقره، جاي من الغضروف، جاي من العصب، جاي من ورم، جاي من التهاب، جاي من ايه، ايه سبب المشكله، ادور على حلها مش ان انا اسكن الالم. حالات بسيطه جدا اللي هي في الاخر بقى ادخل في حاجه اسمها علاج الالم، لاني مش عارف اعالج حاجه تانية. يعني لو فشلت ان انا اعالج الغضروف، فشلت ان انا اعالج الفقرات، او استحاله العلاج، لان في بعض الحالات تبقى عارف المشكله وعارف حلها وما يعرفش تعالجها، فساعتها بيبقى الالم ده حاجه عذاب جدا. وطبعا يعني اللي بيجرب الالم ده بيعيش ايام بتبقى صعبه جدا الحقيقه. السؤال القادم سؤال مهم جدا. لكل حاله من حالات او لكل مشكله من مشاكل العمود الفقري اسلوب علاجي يحدده الطبيب ويحدده الجراح بنفسه. قد يختلف عن ابن عمه او ابن خالته، يعني الاثنين جايين كل واحد له علاج غير الثاني. ابيض اسود امر مطر. لا ابيض طبعا. ابيض، لان هو في الاخر المحصله ان في جرس بيضرب. الجرس ده بيضرب ليه؟ يعني احنا قلنا حاجات كتيره جدا، يعني مجرد الالم ده هو ده جهاز الانذار، ده الالارم، دي الرساله اللي بيقول لك خلي بالك في خطر. الخطر ده جاي منين؟ جاي من الفقره ضغط على العصب، جاي من الغضروف خرج ضغط على العصب، جاي من الفقره مكسوره، جاي الفقره اتنقلت من مكانها، جاي من هشاشه بتاكل في العظم، جاي من ورم بياكل في العصب من الداخل، جاي من التهابات مزمنه زي التهابات الاعصاب الطرفيه. ايما كان السبب لازم ادور عليه، مش ابص بس على الالم. وطبعا الالم واحد ولكن الاعراض الامراض مختلفه، فبالتالي كل مرض له علاج مختلف. يعني اللي عنده غضروف غير اللي عنده خشونه، غير اللي عنده التهابات، غير اللي عنده ورم. ساعات ناس بتلجا للكلام ده بقى انها تحل مشاكلها بنفسها. يعني زي الصور اللي احنا بنشوفها دي ايه؟ دي كارثه. دي كارثه. يعني انا برضو بيهمني قوي ان احنا ده بيسموه خزامه، والخزامه ده من الطب ما يطلق عليه الطب البدوي او الشعبي او الطب البدائي اللي هو البسيط اللي الناس ساعات بتبقى حباه قوي وتجري عليه. ناس بتروح تكوي بالنار دمكوا بالنار. يعني المريض ده انا عملت له عمليه، دي كانت كاويه في ظهره، كان صدقني كانوا كاويينه بحاجه زي الحديده كده، عامله زي المكوه بس كانت مربعه، وده المنظر الحته اللي كان فيها الالم. هتلاقي فيه خيط بتاع العمليه، انا ساعتها الجلد بيطلع معايا وانا بقفل العيان. طبعا حقيقي منظر مرعب جدا. يعني الناس بتكوي كاويه كده، وناس تكوي كاويات كده بقى، ده بيجيب حاجه كده عامله زي العمله كده، زي الجنيه كده، ومربوط في حديده او مسمار بيبقى راسه كبيره كده، ويسخنه لدرجه الاحمرار زي الختم كده، وتسمع بقى العذاب. اصل انا مره من المرات قلت ان في ناس بتستحمل الكلام ده ازاي؟ فمره رحت اتفرج على حاجه زي كده، كان في محافظه الفيوم الحقيقه، بس شفت ناس بتاكل في الارض، ناس بتعض بيحطوا لها حاجه بقها كده بتموت، شايف المنظر؟ ده كوي 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 كوي. طب ازاي؟ طبعا في ناس بتستغرب الكلام ده،
وتالا ده مش موجود. لا موجود وبيحصل. وساعات في ناس بقى بتطوره تقول لك طب تعالى ما تيجي نعمله بقى نسميه احنا بقى ايه طب عربي، تعالى نعمل قرص بالنحل، تعالى نسميه حجامه، تعالى نسميه تشريط. النحل دي فيها كم من التخريف طبعا والتجاوز، ولازم نقف قدامها. اللي بيقول قرص نحل ده بيستهبل بيعرج. طب مفيش في الطب حاجه اسمها قرص نحل ده خالص. هو عارف يعني، انت عارف كلمه حق يرد بها بطل. يعني هو ساعات الموضوع بيبقى فيه جزء من الحقيقه اللي هو ايه، ان الالم اللي كان بيضرب في رجله بيتحسن حقيقي، ساعات بيتحسنه لان الالم علميا وطبيا احنا عارفينه. كاونتر بين يعني انت هنا بقره. حتى الكلام ده بيستعملوه في الحرائق اللي بتحصل في الغابات. في حريقه في الحته دي مش عارفين نطفوها، يوم جاي عامل حريقه في حته ثانيه تسحب الاكسجين فدي تطفي. احنا بنعمل كده في العصب، العصب ده بيحس بالالم. ففي مسارات للعصب احنا عارفين، فلو حطيت مصدر الم بس اقل شويه من الالم الاولاني المخ هيتلخبط، فتوصل اشارتين للالم فيبدا يحس بالاقرب اللي هي الاحدث. فيبدا يحس بدي يحس بالوجع اللي في الجلد، والجلد ده امره سهل بعد شويه هيروح وانسى الالم بتاع ظهري. بس لو المخ بقى يبدا يفوق ويتنبه بعد يوم ده ممكن يقعد شهر، ممكن يقعد شهرين. واخد بالك؟ يبدا يتنبه، يبقى الالام بقى يكون المرض الاولاني هنا سرح وامتد وترحل وتوغل بشكل قاسي جدا جدا جدا. طب حاسس بقى المنطقه، واضح ان احنا بنعلو في الاثاره، ولو ان الجزء اللي فات كان مثير جدا، لكن هنعلي الاثاره في الحوار الى اقصى درجاته عندما نذهب الى المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، ام بريء؟ سؤال مهم على فكرة وفني شوية. الطبيب الذي يقرر إجراء جراحة للعمود الفقري لمريض يعاني من مشاكل كبدية، متهم أم جاني أم بريء؟ أولا عيب أن أنا أسأل السؤال ده، عيب أن أسأل حضرتك، بس لازم أسأل. هو عارف انه طبعا لو في اساتذه او دكاتره بيتفرجوا علينا، وفي ناس كتير من زملاء بيتفرجوا علينا، يقول لي انت ازاي تساله السؤال ده؟ لا طب انا لازم اعمل له عمليه. الاجابه نعم. بريء طبعا اكيد. لا انا بعتبره ساعات بيبقى متهم الحقيقه. متهم بايه؟ متهم يعني انا اقول لحضرتك حاجه، في بعض الحالات ممكن المريض اللي هو عنده مشاكل في الكبد، واحنا بلد ينتشر فيها الامراض الكبديه يعني انتشار وبائي، يعني احنا من المناطق اللي هي الموبوءه بامراض الكبد في مصر. مشاكل الكبد سواء فيروس سي، فيروس اي، فيروس بي، بيعمل مشاكل في التجلط في الدم، بيعمل مشاكل في المناعه بتاعه جسم الانسان. بيعمل بي والسي هم اللي يقدروا يوصلوا الكبد لمرحله تليف وثم فشل. وبعدين احنا بقى عندنا مشكله مهمه جدا، ان العمليه كجراحة مش هي القضية. القضية ان انا انيم العيان ده وصحيه ازاي البنج. لان احنا كل انواع المخدرات بتاعتنا بتشتغل عن طريق الكبد او الكلى. لما يبقى عنده مريض مشكلة في المتقدمة في الكبد وتدخله وتنيمه وتعمله عملية، ممكن ما يصحاش منك تاني لانه الكبد ما قدرش يتعامل. الكبد ما قدرش ودخل في توكسيميا جامدة جدا ممكن يموت فيها لا قدر الله. الحاجة التانية، نسبة المناعة بتاعت مريض الكبد بتبقى ضعيفة، فلو انت عملت عملية والكبد وظائفه سيئة او متقدمة جدا وانت ما دورتش في الموضوع ده، التركيبات اللي انت بتحطها ممكن نركب دعامات، ممكن نركب تركيبات حديثة زي غضاريف بديلة او شرايح او حاجة زي كده. الحاجات دي ممكن الجسم يرفضها وممكن تبوظ منك ومنك الجرح ما يلتئمش. تدخل المريض تاني في عملية تانية عشان تشيل وتنظف والكلام ده كله، الحقيقة الموضوع بيبقى صعب قوي. ساعات كتيرة جدا لما يبقى لما بقى أهم حاجة إنك لازم تفحص كويس جدا المريض وتبعته لطبيب أستاذ باطنة متخصص يقول لك إن هو قابل للعملية. طب قابل للعملية، توكلنا على الله هنعمل العملية ونجهز بقى نفسنا. محتاجين بلازما نجهزها، محتاجين دم نجهزه، محتاجين علاجات معينة لا تضر الكبد بنبقى جاهزين بيها من البداية. لقينا حالة الكبد سيئة أو معدية ال 50%، طب ما أنا عندنا ممكن حاجات تانية بديلة، يعني ممكن نعمل حاجة زي الحقن، ممكن حاجة زي التردد الحراري، دي ملهاش تأثير السيء لأن المريض ما بياخدش بنج. ساعات في مريض زي اللي عنده كسر في الفقرات بقى وعنده مشاكل متقدمة جدا، مش هنقول في الكبد بس، ساعات ممكن الكبد، ساعات يبقى الكلى، ساعات يبقى سكر غير منضبط. يعني انت عارف ساعات كتير جدا نسبة السكر عندنا برضو من النسب العالية في العالم كله، ساعات يبقى السكر ملخبط جدا و500 و600 ووزن زياده وكلام من ما ينفعش عمليه. يبقى ممكن نعمل حاجه زي كده، حاجه زي الحقن، تبقى فقره مكسوره او متاكله او متحركه من مكانها، بنعمل دي كحلول، بتبقى حلول مؤقته لحد ما الحاله تتعافى او اسكن بيها الالم واقلل المعاناه بتاعته بشكل كبير جدا. خلينا نروح للجزء الهام جدا، الوهم والشك واليقين.
وهم، شك أم يقين؟ سؤال مهم قوي. هناك طرق لعلاجات حالات آلام العمود الفقري، طرق مختلفة، ولكن تظل الجراحة هي الحل الأنجح، أو بمعنى آخر هو الحل الذي يقضي بالفعل على هذه الآلام قضاء مبرما. ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا، ده يقين الحقيقة. يعني بنقول الحلول، المريض يعني لما المريض جاي بشكوى يبقى هياخد إجابة من ثلاثة، يا إما ليك علاج دوائي تحفظ زي ما كنا بنقول كده ويبقى علاج ويخففك ومدته قد كده، في ناس شهر، في ناس ست شهور، في ناس سنة سنتين على حسب، أو أقول له لا، العلاج ده أنا عارف إنه مش هيجيب نتيجة علشان أنت فيك المواصفات اللي بتقول لازم تعمل عملية. طب إيه المواصفات إن أنا أقول لك لازم تعمل عملية؟ عندك آلام مبرحة زي ما كنا بنقول، آلام مبرحة لا تحتمل، عطلتك عن حياتك، مش عارف تشتغل، مش عارف تنزل شغلك، مش عارف تنتج، هتستلف وقاعد بتاخد في علاجات، مش عارف تعيش. الحاجة التانية لو عندك غضروف بنسميه منفجر، الغضروف ده انفجر وفرقع، خلاص انسى بقى كلمة تحفظ هنا خلاص، يبقى التدخل الجراحي سواء بالمنظار سواء بالميكروسكوب الجراحي سواء بالدعامات أو غيره، يبقى ده حل وحل رائع. طيب لو عندك فقرة انزلقت اتحركت من مكانها اللي اسمه انزلاق الفقاري، كلمة انزلاق فقاري خلصت القصة، جابت الباب زي ما بيقولوا ان احنا لازم نتدخل ان احنا نعمل عملية. او بدأت تحصل بقى رابع حاجة اللي هي المضاعفات. يعني ايه المضاعفات؟ اللي احنا ساعات كتيره جدا بنشوف الناس فيها، اللي هو جاي لك بقى عنده سقوط في القدم، بيتكعبل في السجاده ويقع، ما عادش بيتحكم في الاخراج، البول بقى بيسبقه ما بيتحكمش فيه، الادرار بتاع البول بقى سريع جدا عنده، مش قادر، هو سريع ايه؟ ما بيتخزنش جواه، المثانه مش بتحكم. فده ساعتها لا، ما ينفعش، يبقى لازم اتدخل اعمل عمليه. العمليه بقى على حسب، على حسب نوع، عندنا عمليات بسيطه على حسب المرحله. لو احنا جايين في الاول، طب فضلنا شويه لما بقى زي كده والفقرات بقت سايبه والعمود الفقري متآكل والعصب بدا يحصل فيه ضمور، بنعمل حاجه اسمها الدعامات، ودي اكتر الحاجات. يعني الحقيقه هو مش مفترض ان دي تبقى اكتر عمليه بنعملها، مع ان هي العمليه السائده النهارده، عندنا حاجات ابسط من كده لو احنا بنيجي بدري، لكن كل الناس بيجونا في المرحله بتبقى الفقرات بقت سايبه، تآكل في الغضاريف، الام غير محتمله، والعظم بدا يدخل فيها شاشه، وتآكل في المفاصل، بقت موضوع مركب. فعلشان احله لازم اعمل حاجه، اربع حاجات مع بعض: توسيع للقناه العصبيه، وتسليك للاعصاب، ومخارج الجذور بتاعه الاعصاب، واستأصل الغضاريف، واعمل تثبيت للفقره. اكثر من نقطه استاذنا الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي حط ايده عليها النهارده بقوه شديده جدا. النقطه الاولى، ما تستهونش بحاجات بسيطه انت بتعملها وتصرفات قد تكون تبدو لك امنه لكن تودي في 60 داهيه. النقطه الثانيه المهمه جدا، ما تروجش لاسلوب علاج على انه دائم وهو مؤقت، لازم تكون صريح وامين مع المريض بتاعك. النقطه الثالثه، ما تعتقدش انه بعض الاشياء مما يروج لها تحت عناوين طب شعبي، طب مش عارف ايه، طب عربي، دي حاجات بتودي في 60,000 داهيه، وينبغي ان الدوله كمان تقف قدامها، وفعلا الدوله بتقف قدامها، لكن لازم تقتلعها من جذورها وتعاقب كل من استخدمها عقابا عسيرا. والنقطه الهامه الاخيره، لا تتصور ان مشاكل العمود الفقري تقف عند حد معين، انها ستاند ستيل، او بمعنى اصح يبقى الوضع ما هو عليه. لا يا باشا، الوضع سيتدهور وسيكون أسوأ مما تتخيل. ربنا يعافيكم. طبعا ضيفي القيمه العلميه الكبيره امتعنا امتاعا كبيرا في هذا الحوار الممتع للغايه كالعاده، ويعني بتابعك معانا، ويعني الحلقه دي متسجله بعد منتصف الليل بكثير، وطبعا انا عارف انت بتنامش يعني متاخر قوي كده، لكن بعودك انا على حاجات مش صحيه. بنسعد بلقاء حضرتك يا دكتور ايمن. يا فندم بتنورنا. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبير الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي كان معي في هذا الحوار المثير. خليكم دايما مع السلامه. خليني اقول لكم ان في جزء في الجسم كلنا بنعامله بطريقه غلط، خصوصا في